بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو اللي فات كنا عرفنا شوية ايديتس على السيرفس. الفيديو دوت هنكمل ايديت ونشوف ازاي نحسب كميات الحفر والرد بين تو سيرفس. مبدئيا نكمل الايديت. لو عملنا كده سيلكت على سيرفس كليك رايت وقلنا edit surface style، نفتح الكونتور الميجور والماينور، نقفل مؤقتا التريانجل، ندوس ok. تمام. طيب احنا كنا بنعمل select للسيرفس ودرسنا الايديت سيرفس وكل اللي فيه، ودرسنا الاد ليبلز والاد ليجند. فاضل الاد داتا، طبعا السيرفيس بروبرتيز ديت اللي احنا بنفتحها من كليك رايت هي. تمام. ايه بقى الاد داتا؟ الاد داتا مبدئيا هندرس منها الباوندرز. شوف ان الباوندرز ديت هي عباره عن، مثلا لو انا عندي ارض، الارض ديت دايما الرفع المساحي بيجي بتاع البوينتس بيجي اكبر من المساحه الفعليه للمشروع، فانا ببتدي اعمل زي بولي لاين واحدد بيه المساحه الحقيقيه للمشروع بتاعي، وعايز اقطع بقيه البوينتس عنها. تمام. بحيث ان انا لما اجي احسب كميات حفر ورد احسب للمشروع بتاعي بس. وبيساعدني في ان انا اعمل الكلام ده هو الباوندرز ديت من الداتا. ازاي؟ لو مثلا افترضنا ان مساحه الارض دي كلها دي الارض اللي مرفوعه، وافترضنا هنا ان الارض الفعليه للمشروع بتاعي، مثلا اعمل بولي لاين. ازاي؟ بقول بي ال بولي لاين وادوس انتر. هنقول مثلا ان الارض الفعليه بتاعتي بالمنظر ده كده. تمام. وبعد كده هننزل تحت هنلاقي حاجه اسمها كلوز عشان يقفل بولي لاين او سي انتر. تمام. فهنفترض ان البولي لاين دوت او الشكل السداسي اللي قدامنا هو دوت الارض الفعليه للمشروع بتاعي، غير كده هو رفع مساحي زياده مش اكتر. تمام. ايه بقى الباوندرز؟ قال لك الباوندرز لو عملنا، لازم نعمل سيلكت للسيرفيس عشان الاد داتا تظهر، وندوس على باوندرز. باوندرز هنا فيها مثلا هنقول اسمها مثلا دي اي. تمام. الطيب بتاعها في كذا نوع، في اوتر وشو وهيد وداتا كليب. هنعرف كل حاجه بتعمل ايه. مثلا لو قلنا ايه هو الاوتر، اوكي قال لي سيلكت الايه الباوندرز اللي انت عايز تشتغل عليه، فاقول له ده الباوندرز بتاعي. بس ايه بقى في الاوتر عمل ايه؟ في الاوتر خد مساحه الارض اللي جوه. تمام. وقال لك انت مشروعك لحد هنا. طيب ايه بقى البوينتس والماركر الغريبه اللي ظهرت دي؟ ديت لو رجعنا كده هنا هنلاقي ان البوينتس ديت ما كانتش موجوده. طيب هو ايه اللي عمله؟ لما جه يقطع الارض عن بقيه الرفع المساحي خلق لك نقط جديده على الباوندرز نفسه بمعلوميه نقطتين، بمعنى مثلا بمعلوميه منسوب النقطه دي والنقطه ديت اللي هم اصلا معاه في الرفع المساحي، جاب لك نقطه ثانيه على الباوندرز وشال لك كل اللي بره. ده كان الاوتر، ان انا بفصل اللي جوه عن اللي بره. تمام. طيب لو انا عندي الجزء ده بقى هو اللي زياده في مساحه الارض بتاعتي وبقيه الرفع المساحي مع الارض، انا عايز اشيل الجزء ده، فبدخل برضو بعمل سيلكت الاول وبدخل على الاد داتا والباوندرز برضو، والنوع اللي بعده اللي هو هيد. هيد ده بيخفي اللي جوه، وادوس اوكي واحدد له الباوندرز بتاعي وادوس انتر. فعلا شل اللي بره، شل اللي جوه، وبرضو عمل نفس الكلام، خلق لي نقط جديده عشان خاطر تساعدني في المشروع وانا شغال في حساب كميات الحفر والرد. نرجع تاني. عندنا كمان في الباوندرز حاجة اسمها شو،
اوكي ونحدد له وندوس انتر. شو هنا عمل لي ايه؟ كل اللي هو عمله ان هو عمل لي بوينتس جديده على الباوندري بتاعي مش اكتر. يعني في اخر حاجه بقى الداتا كليب اللي هي الداتا والباوندريز وداتا. طيب هو بقى ما عملش حاجه ليه في الداتا كليب؟ لان الداتا كليب بتخضع للاولويات. تمام، الداتا كليب ده معناها ايه؟ هو في الداتا كليب هيعمل نفس اللي عمله بالظبط في الاوتر، ان هو هياخد الجزء اللي جوه ويشيل لك كل اللي بره. طب ايه الفرق؟ الفرق ان في الداتا كليب مش هيخلق لي اي بوينتس على المحيط، هيكتفي بالبوينتس اللي عنده جوه اللي هي الداتا اللي جوه. تمام، اشغل ازاي هنا؟ انا عملت الداتا كليب بس مش ظاهره. اشغلها ازاي؟ بعمل سيلكت للسيرفيس وبدوس كليك رايت وبخش سيرفيس بروبرتيز، خش على ال ديفينيشن، هتلاقي حاجه اسمها داتا كليب. تمام، تلاقي حاجه اسمها داتا كليب، هنحددها وندوس على السهم ده عشان تطلع فوق واقول له اوكي. قال لي ريبيلد ذا سيرفيس، اقول له ريبيلد اوكي. عمل ايه؟ فعلا قطع البوينتس اللي موجوده جوه الباوندري بتاعي. تمام، وما خلقش نقط جديده على الباوندري. ده كان داتا كليب. طيب لو انا عايز الغي او امسح كل اللي انا عملته ده من نفس المكان، بعمل سيلكت للسيرفيس و سيرفيس بروبرتيز وبرده في الديفينيشن، هلاقي هنا كل اللي انا عامله. يعني ده مثلا هنلاقي عندنا هنا الداتا كليب اهيت، نمسحها او ما نعلمش عليها مؤقتا عشان خاطر لو احتجت اعلم عليها تاني وما اعلمش هنا، اقول له اوكي وريبيلد. كده هو رجع لي السيرفس تاني زي ما كان. نعمل سيلكت للسيرفس، ندوس على الووتر دروب. تمام اوكي، قال لي سيلكت البوينت اللي انت هيحصل عندها ووتر دروب، فاقول له مثلا ان في نقطه ميه تنزل هنا، فبيقول لي ان الميه ديت سلوكها حسب الارض ارتفاعاتها ومنخفضاتها هيمشي مع الخط الابيض ده لحد لما تنزل تحت هنا خالص اللي هي النقطه دي، والنقطه ديت معناها ان منسوبها اقل من النقطه دي، يعني الميه بتمشي مع الميل بتاع الارض. تمام، ده بالنسبه للووتر دروب. تمام، في ايه تاني؟ كاتشمنت اريا. ايه الكاتشمنت اريا؟ بمعنى انا بقول له النقطة ديت تمام هتخدم مساحة ارض قد ايه، بمعنى ان النقطة دي منسوبها اقل من مساحة الارض دي كلها، فاي مطرة او مية هتسقط على المساحة دي كلها هتتصب في الاخر في النقطة دي. كده مفيش حاجة تاني في الايديت سيرفس. نشوف بقى ازاي ان انا اقدر احسب كميات حفر ورد. تمام، افتح دروينج جديدة. تمام، اعمل سيرفس، كريت سيرفس، اقول له مثلا هسمي ان السيرفس ده هو الاي جي بتاعي، الاكزيستنج جراوند بتاعتي، الارض الطبيعيه. تمام، هفتح طبعا السيرفس هنا، هلاقي الاي جي عايز ادخل له بوينت، اقول له بوينت فايل، كليك رايت اد واد، اضيف له فايل اسمه بوينت مثلا، والفورمات بتاعي زي ما احنا ما قلنا متعودين عليه بي ان اي زد. اوكي، هضغط على البكره مرتين، كده الارض بتاعتي ظهرت.
هظبط السيرفس بتاعي بس سريعا كده، هدوس كليك رايت وادوس على السيرفس بروبرتيز، هلاقي هنا البيلد، هقول له الاليفيشن بتاعي ما يزيدش عن بوينت 1، ما يقلش عن بوينت 1، تمام. التريانجل لينس بتاعي ما يزيدش عن 180، هقول له ريبيلد، تمام كده عدل لي السطح بتاعي اللي هو الاي جي اكزيستنج جراوند. هعمل سيرفيس تاني، ممكن اعمل سيرفيس بطريقه مختلفه، اللي هو اجي عند سيرفيس هنا ادوس كليك رايت واقول كرييت سيرفيس، تمام. اسمي دوت اف جي اللي هو فينيشد جراوند، اوكي. هروح عند السيرفيس، افتح الاف جي وافتح الديفينيشن واضيف بوينت فايل، كليك رايت اد، اضيف هنا فايل اسمه 390، بمعنى ان انا عايز اساوي الفايل اللي اسمه بوينتس دوت اللي فيه مناسيب مختلفة عالي وواطي الى كلها مناسيب واحدة 390، واقول اوبن واختار الفورمات بتاعي بي ان اي زد، اوكي كده هو عمل لي سيرفيس التاني، تمام. دلوقتي لما اجي اطلب منه يحسب لي كميات حفر وردم، طبعا السيرفس الاولاني اللي هو الباوندرز بتاعته بالمنظر ده سيرفس تاني اكبر منه، فمش هيحسب كميات حفر وردم غير الجزء اللي هو متداخل ما بينه، مشترك ما بينه. لو حبيت اشوف الشكل دوت اوبجكت فيور، مثلا نشغل الشديد، هلاقي اهوت السيرفس الاحمر ده، ده السيرفس اللي انا عايز اساوي عليه مناسيب. سيرفس اللون البني دوت ده السيرفس الارض الطبيعية بتاعتي، في بعضها مناسيب اقل وبعضها مناسيب اكتر، فاللي فوق دوت هيحصل له قط واللي تحت هيحصل له فيل عشان خاطر اساوي كله على السيرفس الاحمر اللي هو 390 بتاعي، تمام. هقفل الاوبجكت فيور. ازاي بقى ان انا احسب كميات الحفر والرد؟ باجي بعمل سيلكت للسيرفيس، هلاقي حاجه عندي هنا اسمها فوليوم داش بورد، واختار تالت حاجه، هتلاقي ظهر لك شاشه زي كده تختار منها تالت حاجه، لو وقفت عليها هتلاقي اسمها كرييت نيو فوليوم سيرفيس، اقول له كرييت، ونسمي مثلا الفوليوم سيرفيس بتاعي اي اسم، مثلا في اس. قال لي اختار البيس سيرفيس يعني المنسوب الارض الطبيعيه بتاعك اسمه ايه، فاقول له هو السيرفيس الاي جي هو دوت البيس سيرفيس بتاعي، والكومباريزون سيرفيس هو الاف جي، تمام. كمان في حاجه اسمها كات فاكتور وفيل فاكتور، لو الاستشاري قال لي عليها بديها ارقام، لو ما قاليش عليها خلاص تبقى هي بواحد، تمام. ديت تعتمد كات فاكتور وفيل فاكتور بيعتمدوا على معامل انتفاش التربه، ان التربه لما باجي احفرها باجي تاني يوم ما بتكونش هي زي ما هي، لا بيحصل فيها انتفاشات، فكميه القط بتزيد وكميه الفيل بتقل وهكذا. اوكي فعلا ارى لي هنا ان في قط وفي فيل والمساحه بتاعتهم والمساحه المشتركه ما بينهم وهكذا. طيب لو عايز اعمل ريبورت اطلعه عشان خاطر اطبعه، فبدوس هنا على ديت حاجه اسمها جنريت كات فيل ريبورت، هتلاقي حمل لي ريبورت بالمنظر ده كده، في الفيل والكات والناتشرال، وفي الفيل فاكتور والكات فاكتور وكل حاجه، تمام.